السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، نلتقي اليوم في محاضرتنا السادسة لمقرر القانون التجاري. قبل البدء مثل العادة نسأل إذا كان هناك سؤال أو استفسار حول المواضيع التي تم شرحها في المقرر. الصوت واضح لكم؟ يعطيك العافية نور. هل باقي الطلاب والطالبات الصوت واضح لكم؟ طيب، نبدأ أجل في موضوعنا دام ما في أسئلة أو استفسارات. وتوقفنا في آخر محاضرة عند موضوع شركات الأشخاص، وبدأنا في شركة التضامن، ورأينا أن هذه الشركة هي نموذج تقريبا لشركة التضامن. وقلنا في المحاضرة لو عرفنا خصائص الشركة سهلت علينا خصائص باقي شركات الأشخاص أو التي تقوم على اعتبار شخصي. وكان من أهم خصائص هذه الشركة اللي شفناها في المحاضرة اللي هو المسؤولية المطلقة أو اللا محدودة الشريك في هذه الشركة، فهو الشريك يكون مسؤول بالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون والتزامات الشركة، ويحق لدائن الشركة أن يطالب الشريك في بعد ثبوت شرطين. الأول ثبوت الدين في ذمة الشركة، أو بعد إعذار الشركة بالوفاء ومنحها مدة معقولة. وكذلك تطرقنا لتنظيم المسؤولية بعدد من الأحكام، مسؤولية الشريك يعني. أولا ينضم شريك كان مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة السابقة أو لاحقة، ولكن يجوز له الاتفاق على إعفاء من الديون السابقة التي سبقت انضمامه للشركة. وإذا انسحب الشريك أو خرج منها بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة، فلا يكون مسؤولا عن ديون الشركة التي تنشأ في ذمتها بعد انسحابه أو شهر انسحابه. وهذا يعني سبب منطقي، لأنه خلاص لم يعد له صلة نظامية بالشركة. ثالثا، إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته فلا يكون مسؤولا عن ديون قبل دائنو الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك. وفي حال الاعتراض يكون المتنازل مسؤولا عن هذه الديون بالتضامن مع باقي الشركاء، بمعنى تسري هذه الديون كذلك في مواجهته. الخاصية الثانية من خصائص الشركة التضامن هو دخول اسم الشريك في عنوان الشركة، وهذا من الميزات وهذه من الميزات التي تميز شركات الأشخاص بشكل عام، حيث يتكون اسم شركة التضامن من اسم الشريك أو جميع الشركاء في الشركة مع إضافة كلمة وشركاء، وهذا في حالة اسم شريك واحد، أو يجوز كذلك وضع جميع اسم الشركاء جميعا. هذا في الحالات طبعا عمليا يكون إذا عدد الشركاء قليل، ممكن 3 شركاء أو شركين، ممكن يعني إضافة اسم شركين بعد في عنوان الشركة، ويجب أن يقتل الاسم بما ينبه عن وجود شركة تضامن. إذا تضمن عنوان الشركة أو اسم الشركة اسم شخص غير شريك، يعني شخص يعتبر من الغير، والغير يعني هنا في هذا السياق الذي لا يمتلك حصة في شركة التضامن، يصبح هذا الشخص مسؤولاً مسؤولية شخصية في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها. لماذا؟ لأنه اسمه ظهر في عنوان شركة التضامن وأوحى للغير بأنه شريك في هذه الشركة. ويجوز أن يبقى اسم الشريك في عنوان الشركة المنسحبة أو المتوفي إذا عمل ذلك الشريك أو ورثته. يعني إذا انسحب شريك من الشركة واتفق مع الشركاء على بقاء اسمه في عنوان الشركة فهذا لا بأس به، أو إذا توفاه الله ووافق ورثته على استمرار اسمه في عنوان الشركة كذلك هذا لا توجد إشكالية عليه.
الخاصية الثالثة من خصائص شركة التضامن هو عدم قابلية حصة الشريك للانتقال، وهذا هو الأصل، حيث أنه لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن مبثرة في صكوك قابلة للتداول، بمعنى يستطيع أن يتنازل الشريك عن حصته لأي شخص من الغير بدون أي قيود، وهذا يخالف طبيعة الشركة والتي تقوم على اعتبار شخصي. ثانيا، لا يجوز للشركة أن يتنازل حصته إلا بموافقة جميع الشركاء، وهذا الاستثناء. يعني أوكي، إحنا قلنا الأصل أنه لا يجوز أن حصته تنتقل من يد إلى يد بدون موافقة الشركاء، هذا الأصل. لماذا؟ لأن المبرر أنه الاستثناء أنه يجوز أن الشركة تنازل حصته للغير أو لأحد الشركاء إذا حصل على موافقة جميع الشركاء. لماذا؟ لأن شخصيته كانت محل اعتبار وقت التعاقد، والآن وقت التخارج كذلك تلعب دور موافقة الشركاء، ويجب أن يشهر هذا التنازل. أو في بعض الأحيان يكون عقد التأسيس اللي هو تأسيس الشركة ينص على مثل هذا النوع من التنازل أو ينظم بشكل عام. وكل تنازل بدون قيد يعد طارد، يعني التنازل بشكل عام كذا مثل حصتك في شركة المساهمة تقدر تتنازع أسهمك أو تبيع بأي لحظة، هنا لا، في هذا السياق في شركة تضامن هذا غير مقبول. مع ذلك يجوز للشركة أن يتنازل عن الحقوق المتصلة بحصته، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين أطرافه. والحقوق المتصلة بحصته يعني ما يجنيه من أرباح أو حوافز، يعني في بعض الأحيان أنت تظل محافظ على حصة تمتلكها، لكن جميع الأرباح التي تجنيها من هذه الشركة تذهب لدائن لك. هذا هو المقصود بالحقوق المتصلة بحصته، ولكن هذا لا يجعل هذا الدائن له علاقة بالشركة، فلا يجوز لهذا الدائن أن يذهب للشركاء أو الشركة ويطالب بحقوقها نيابة عنه. فهو ليس له علاقة بهذا الصدد. رابعا، من خصائص شركة التضامن هو اكتساب الشريك صفة التاجر، وطبعا لابد أن يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر أن تنطبق عليه شروط التاجر اللي شفناها في محاضرات سابقة. تكوين شركة التضامن، تخضع شركة التضامن في تكوينها للأحكام العامة لتكوين الشركات من حيث الأركان الموضوعية والأركان الوضعية الخاصة، وهذا شيء طبيعي. كذلك تنطبق على شركة التضامن الأركان الشكلية، ومنها توقيع عقد تأسيس الشركة من جميع الشركاء، وكذلك إجراءات شهرة يتم شهر الشركة، يعني إعلام الغير بها. وإجراءات الشهر تنص على التالي: أولا، على مدير الشركة أو الشركاء خلال 30 يوم من تاريخ توثيق عقدها لدى كتابة العدد أن يطلقوا شهر هذا العقد، يعني إعلام الغير به، ويتم القيد في السجل التجاري، ويتم شهر كذلك هذا القيد، ويسري ذلك أيضا على أي تعديل يطرأ على العقد. نشاط شركة التضامن، في البداية في النشاط لابد أن نعرف كيف تدار شركة التضامن. يتم تعيين مدير أو مدراء من شركاء أو من غيرهم لشركة التضامن ليدير أعمال شركة التضامن، وذلك سواء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، بمعنى أنه يجوز للشركاء أن يعينوا أحدهم مديرا لشركة التضامن، أو أن ينتخبوا مجلس إدارة منهم لا توجد إشكالية، أو أنهم يتعاقدوا مع شخص آخر غريب ليس من الشركاء لإدارة هذه الشركة، مثلا شخص يكون محترف في إدارة الشركات فيتم التعاقد. إذا تعدد المديرون، يعني صار أكثر من مدير دون أن يعين اختصاص كل منهم، وهذا على غير العادة، ينص على عدم لابد أن ينص عقد الشركة عن عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم القيام بأي عمل من أعمال الإدارة. كيف؟ يعني إذا كان هناك مجموعة من المديرين ولكن لا يوجد لوائح تحكم اختصاص وصلاحيات كل مدير منهم، في هذه الحالة لا يجوز لأحدهم أن ينفرد بصنع القرار أو اتخاذ القرار، إلا يبقى للمديرين الباقيين حق الاعتراض.
يعني عندما يتخذ قرار يبرر عليهم القرار فيشوف ردة الفعل، هل هناك اعتراض منهم أو لا؟ وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين يعني في عملية التصويت، فإذا تساوت الآراء عرض الأمر على الشركاء بصفتهم هم المالكين للشركة. يباشر المدير جميع أعمال الإدارة ويمثل الشركة أمام القضاء والغير ما لم يرس عقد الشركة على تقييد سلطاته، فهو المسؤول الأول عن إدارة الشركة وعن تمثيلها أمام الغير. تلتزم الشركة كذلك بكل ما يقوم به المدير باسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان التعامل معه كان سيء نية. لا يجوز المدير أن يباشر أعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص خاص في عقد الشركة. كذلك لا يجوز له أن يتعاقد مع الشركة لحسابه الخاص إلا بموافقة الشركاء. لماذا؟ لأنه إذا تعاقد مع نفسه لحسابه الخاص فهو في الغالب سوف يؤثر مصلحته الشخصية على مصلحة الشركة، لذلك منع من هذا الشيء إلا بموافقة الشركاء. يحظر على المدير القيام بأعمال معينة ولا يجوز له القيام بها إلا بنص خاص في عقد تأسيس الشركة. من هذه الأعمال التبرعات، لا يجوز المدير أن يتبرع بأموال الشركة للغير، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة، يعني الشركة دائما تقدم مثل الخدمات الاجتماعية أو غيره، لكن بالأصل هو لا يجوز له أن يتبرع بأموال الشركة بشكل عام. ثانيا، لا يجوز له كفالة الشركة للغير، يعني لا يجوز له أن يجعل الشركة تكفل غيره إلا بموافقة الشركاء أو بنص خاص في عقد الشركة. كذلك لا يجوز له التحكيم في المنازعات الخاصة بالشركة، والتحكيم هو وسيلة فض للمنازعات التجارية في الغالب، يستخدم في التجارة كثيرا، وهذه الوسيلة هي وسيلة بديلة للقضاء، يعني بدل ما نتجه للقضاء، والقضاء احنا عارفين انه ياخذ وقت طويل في الاجراءات، يلجأ بعض التجار او الشركات الى التحكيم كوسيله بديله لفض المنازعات. كذلك لا يجوز للمدير القيام التصالح على حقوق الشركه من بيع عقارات او رهنها. ليش؟ لانه الاصل انه هو لا يملك هذه الاموال، وان كان مديرا لهذه الشركه ولكنه لا يمتلكها لمفرده، حتى وان كان شريكا او كان عدة شركاء يديرون الشركه فهم يظلوا لا يملكونها بشكل كامل. فبيع العقارات ممنوع عليهم الا اذا كان بيع هذه العقارات يدخل ضمن اعمال الشركه. خامسا، يحظر على المدير او المديرين بيع محل الشركه الذي تمارس فيه نشاطها مثل المعارض او المحلات التجاريه. سادسا، لا يجوز له ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركه. لماذا؟ لانه في الغالب هو يعرف، ليس غالبا، هو يعرف بالضبط نقاط ضعف وقوه الشركه، ففي حاله منافستها هو يستطيع ان يتغلب عليها، وبذلك هو غالبا سوف يؤثر مصلحته الشخصيه على مصلحه الشركه. سابعا، لا يكون المدير شريكا او مديرا عضو مجلس اداره شركه منافسه لنفس السبب السابق، لانه يكون مطلع على اسرار الشركه، او يكون مالك لاسهم او حصص مؤثره في شركه اخرى الا بموافقه الشركاء، والا كان للشركاء مطالبه بالتعويض. طبعا هذه كلها حفاظا على مصلحه الشركاء في الشركه ومنع لتعارض المصالح بين المدير والشركاء. هل يوجد سؤال أو استفسار إلى هنا ولا؟ قبل الانتقال إلى طريقة تعيين هذا المدير. ننتقل إذن لطريقة تعيين هذا المدير أو المديرين. عندنا نوعين من المدراء او طريقتين لتعيين المدراء في شركه التضامن. الطريقه الاولى وهو يعين في عقد تاسيس الشركه، وهذا يسمى المدير الاتفاقي. اوكي، المدير الاتفاقي.
والنوع الثاني بالمدراء هو المدير غير اتفاق، هذا يعين في عقد مستقل. نشوف في الأول مدير اتفاق. المدير الاتفاقي هو الذي يعين في عقد تأسيس الشركة، ولا يجوز عزله إلا من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب أغلبية الشركاء. يعني هذا المدير خلينا نقول طريقة عزله صعبة شوي، إجراءات عزله مقيدة وصعب، ويترتب على عزله حل الشركة ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. هذا المدير في الغالب المدير الاتفاقي اسمه موجود في عقد تأسيس الشركة كمدير للشركة، وطريقة عزله مثل ما شفنا لأنه يترتب على عزله حل الشركة، فطريقة عزله مقيدة شوي من القضاء. النوع الثاني من المديرين وهو المدير الذي يتم تعيينه بعقد مستقل، أوكي، وهذا أسهل بكثير من الأول. لماذا؟ لأنه يتم تعيينه وفقا لعقد نظام العمل والعمال، فهذا يجوز عزله في أي وقت من الشركاء، ولا يترتب على عزله حل الشركة مثل الأول. ليش؟ لأنه في عقد مستقل لا تتأثر الشركة بهذا العزل، على العكس تماما من المدير الاتفاقي، لأن اسمه موجود كبند في عقد الشركة، وعقد الشركة يفترض أنه يتم التعامل معه على أنه وحدة متكاملة. لا يجوز تجزيء أي بند من بنود الشركة لوحده أو على بعثه. هذا في حالة إيش؟ عزل، خلينا نشوف هالكلمة، هذا في حالة تعيين المدير وعزله من قبل الشركاء. أوكي؟ لكن إذا أراد الشريك في الجهة المقابلة هو أن يعتزل الإدارة. أوكي؟ لابد نفرق بين الحالتين. الطريقة الأولى يتم عزله عن طريق الشركاء، وقلنا على نوعية كل مدير. طيب، إذا أراد هو أن يعتزل الإدارة خلاص ما يبغى يكمل، ما هي هذه الحالات؟ كيف يتم معالجة عزل المدير؟ لابد النظر إلى طريقة تعيينه في الأول. لا يجوز للمدير الشركة المعين في عقد تأسيس الشركة أن يعتزل الإدارة إلا لسبب مقبول، أوكي؟ وإلا كان مسؤول عن التعويض ويترتب على اعتزاله حل الشركة. يعني إذا أراد المدير هذا أن يعتزل وكان شريك في عقد تأسيس الشركة، كان شريكا وكان معين في عقد تأسيس الشركة، إذا اعتزل تحل الشركة. فكذلك كان طريقة اعتزاله صعبة، والاعتزال يعني مبادرة من الشخص نفسه وليس عزل على الطريقة السابقة. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يجوز المدير غير الشريك، هذا الغير الشريك والذي معين في عقد تأسيس الشركة، يعني كان مدير اتفاقي، أن يعتزل الإدارة بشرط أن يكون في وقت مناسب، وأن يبلغ الشركاء بوقت معقول، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة. واضح؟ فهذا الثاني لا يترتب على اعتزاله حل الشركة، على العكس من الأول، ويشبه الأول في أشياء كثيرة، لكن الفرق بينهم إيش؟ الأول مدير شريك، هذا مدير غير شريك. النوع الثالث وهو المدير الذي عين بعقد مستقل سواء كان شريكا او غير شريك، هذا يجوز له الاعتزال بشكل عام بشرط ان يكون بوقت مناسب ولا يترتب على عزله حل الشركه. فالمدير الذي يتم تعيينه بعقد مستقل سواء كان شريك او غير شريك لا يترتب على اعتزاله اي اشكاليه بالنسبه للشركه، ولا يترتب عليه اثر قانوني. طيب، اعتذرت بس يعني اوكي. طيب، توزيع الارباح والخسائر في شركه التضامن. اولا يجب ان تحدد الارباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه في شركه التضامن. غالبا السنه الماليه للشركات تنتهي بعد 12 سنه، بعد 12 شهر ميلادي، وذلك من واقع القوائم الماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده. كذلك يعد كل شريك دائما للشركه بنصيبه في الارباح مجرد تعيين هذا النصيب، بمعنى اذا الشركه مثلا حققت السنه هذه ارباح. اوكي؟ ولم يتم توزيع الارباح لسه، مثلا قالوا بعد شهرين يتم توزيع الارباح. يصير عند تخصيص هذه الارباح وتعيينها، يعني مثلا انت كان عندك نصيبك من الارباح 10%. يصير الشركة مدينة لك بال10% هذه حتى يتم سدادها لك.
تعتبر دين لك على الشركة. ثلاثة، يكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر بأرباح السنوات التالية من أنظمة الشركاء، وفيما عدا ذلك يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس مال الشركة بسبب الخسائر إلا بموافقته. يعني الأصل إنه ما يدفع الشريك فوق حصته التي خصصها للشركة إلا ما نقص رأس مال الشركة بسبب الخسائر. طيب، ويتم خصم هذه الخسائر من أرباح السنوات التالية. انقضاء شركة التضامن، الانقضاء وهو مرحلة تالية لإيش؟ للتصفية. لكن نسأل هنا، ما هو الانقضاء؟ ما هو المقصود بالانقضاء؟ عرفنا احنا في محاضرة سابقة، بنعرف تعريف الانقضاء، انقضاء الشركة. من يساعدنا في تعريف معرفة مصطلح انقضاء الشركة؟ ما في أي مشاركة؟ طيب، انتهاء مدة العقد. لا، انتهاء مدة العقد هذه أحد أسباب انقضاء الشركة. انتهاء الشركة يعني ما هو بعيد مرة. في إجابة ثالثة ولا نكتفي هنا بالإجابتين؟ انقضاء الشركة يقصد به انحلال الرابطة القانونية بين الشركاء، واللي جمعهم ايش؟ عقد الشركة. الآن انحل هذا العقد، هذا المقصود في انقضاء الشركة. فتنقضي شركة التضامن وفق المادة 37 بالأسباب التالية: بوفاة أحد الشركاء، بالحجر على أحد الشركاء، أو بشهر إفلاس هذا الشريك، أو بإعساره، أو بانسحابه. لو نلاحظ جميع هذه الأسباب هي متركزة في شخص الشريك، بمعنى أي شيء يحصل على شخصية الشريك تتأثر الشركة وتنقضي. وهذه هي الأسباب التي درسناها في الأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص، وشركات الأشخاص تنقضي بهذه الأسباب. إعسار هو الإفلاس يعني، ولكن في نظام البدني وليس التجاري. يعني هو شخص الموجود لديه ما عليه من ديون، ويصدر فيه صك إعسار. والإعسار هو نظام بدني عندنا في المحاكم الشرعية يطبق، وله أنظمة خاصة فيه وطريقة تختلف عن نظام الإفلاس، لكن هو يشبه الإفلاس. الإفلاس هو للتجار والشركات، والإعسار للأشخاص البدنيين. واضح الإجابة ولا؟ الله يعافيك. بعد ذلك، رغم هذه الأسباب إذا توفرت، بعد ذلك يجوز النص في عقد تأسيس الشركة، شركة التضامن يعني، على أنه في حالة وفاة الشريك أو أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفي. يعني إذا كان أحد ورثة المتوفي أو الجميع متفقين أنهم يستمروا في شركة التضامن كشركاء بدلاً عن المتوفي، لا توجد إشكالية. ولو كانوا قُصّراً أو ممنوعين نظام ممارسة الأعمال التجارية، على أن لا يسأل ورثة الشريك القاصرين أو الممنوعين نظام ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها، لأنهم قُصّر ولا لهم يد في ذلك. إلا أنه يجوز النص كذلك في عقد تأسيس الشركة عنه إذا توفى أحد الشركاء أو تم الحجر عليه أو شهر إفلاسه أو انسحب. في هذه الحالة لا يكون لهذه الشركة ورثته إلا نصيبه من أموال الشركة فقط. هذا سبب منطقي. إلى هنا ننتهي من شركة التضامن. وقبل الانتقال إلى الجزء الثاني من محاضرتنا، نشوف أسئلة هذا الجزء. عندنا ثلاث أسئلة هي مراجعة حتى للمواضيع السابقة أو المحاضرة السابقة، عبارة عن صح وخطأ. السؤال الأول: انقضاء المدة المحددة للشركة يعتبر أحد الأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص، صحيح أم غير صحيح؟ صح أم خطأ؟ أعيد السؤال مرة ثانية: انقضاء المدة المحددة للشركة يعتبر أحد الأسباب الخاصة بانقضاء شركات الأشخاص، هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟
بدي أعرف الإجابة. طيب إجابة أولى صحيحة، صحيح يعني كانت صحيحة. أيوة، ها في إجابة ثانية؟ إجابة تقول بالخطأ. في أحد يقدر يقول يرجح كفة على كفة؟ في إجابة تقول صح وفي إجابة تقول خطأ. من يرجح كفة الصح ومن يرجح كفة الخطأ؟ الإجابة هي خطأ وليست صحيحة. انقضاء المدة المحددة للشركة يعتبر أحد الأسباب العامة وليس الخاصة، هي عامة بجميع الشركات، شركات الأموال، شركات الأشخاص، شركات تجارية وشركات بدنية، وليست أحد أسباب الخاصة بانقضاء الشركات الخاصة، فالإجابة خطأ. السؤال الثاني، التصفية القضائية هي التي تصدر بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة المساهمين، صح أم خطأ؟ من يعرف الإجابة؟ ها أحد يبغى يشارك في السؤال هذا؟ خطأ صحيح. التصفية القضائية مصدرها القضاء، هذه التي تصدر بقرار من الشركاء والجميع العام تسمى التصفية الاختيارية. صحيح، التصفية القضائية تصدر من الجهة القضائية. طيب السؤال الأخير الثالث، صح أم خطأ؟ يكتسب الشريك في شركة تضامن صفة التاجر، صح أم خطأ؟ طيب يعني الإجابة تقول صحيحة. في إجابة ثانية ولا لا؟ الإجابة صحيحة، لأنه قلنا من خصائص الشركة التضامن إنه إيش؟ الشريك فيها يكتسب صفة التاجر، ولا بد ان تكون فيه شروط او تتحقق فيه شروط صفة التاجر. طيب فالإجابة صحيحة. طيب هذا، وننتهي بالجزء الأول المحاضرة دقائق فقط ليتم تحميل الفايل التالي او العرض التالي. هل يوجد سؤال او استفسار على الجزء الأول؟ ممتاز. السؤال إذا انتهى تحميل الملف، ننتقل الآن مع شركة الله يعافيك. ننتقل الآن مع نوع ثاني من نوع شركات الأشخاص، وهي تعرف باسم شركة التوصية البسيطة. هذه الشركة تتميز عن شركة التضامن في إيش؟ إنها تتكون من فريقين من الشركاء، هي تعتبر طبعا نوع من أنواع شركات الأشخاص مثل شركة التضامن، لكن اللي يميزها ايش؟ عندها فريقين من الشركاء. الفريق الاول يضم على الاقل شريك واحد متضامن ومسؤول في جميع امواله عن ديون الشركه والتزاماتها، يعني عندنا فريقين. الفريق الاول فريق الشركاء المتضامنين ويضم شريك واحد على الاقل متضامن، يعني لو شريك واحد متضامن ما في مشكله. لو صاروا اثنين ثلاثه خمسه عشره ما عندنا مشكله. هذول الشركاء المتضامنين ينطبق عليهم جميع الشروط والالتزامات التي تنطبق على الشريك في شركة التضامن. هم يكونوا مسؤولين في جميع أموالهم عن ديون والتزامات الشركة، أوكي؟ هذا الفريق رقم واحد. الفريق الثاني، وهذا يضم على الأقل شريكا وصيا واحد، لكن هذا ايش يميزه؟ ما يكون مسؤول عن ديون الشركة والتزامات إلا في حدود حصته برأس المال. ولا يكتسب صفة الشريك ولا يكتسب صفة
التاجر، بمعنى هذا يختلف عن المتضامن تماما. هذا وضعه يشبه قليلا الشريك في شركة المساهمة. ليش قلنا كذا؟ لأنه هذا الشريك لا يكون مسؤولا عن ديون والتزامات الشركة إلا بحدود الحصة اللي دفعها. يعني مثلا دفع 10,000 ريال، هو مسؤول بحدود 10,000 ريال بس. أوكي؟ فنخلص من ذلك. يعني عندنا فريقين في شركة التوصيل بسيطة، فريق يضم شركاء الموصين وفريق يضم شركاء المتضامنين. المتضامنين زي ما قلنا ينطبق عليهم أحكام الشركاء في شركة التضامن. أما الموصين فلا ينطبق عليهم ذلك ولا يكتسبون صفة التاجر. يخضع زي ما قلنا في شركة التضامن لجميع أحكام الشركاء في شركة الشركاء المتضامنين في شركة التوصيل البسيطة لجميع أحكام الشركاء في شركة التضامن. وطبق على شركة التوصيل البسيطة أحكام شركة التضامن إلا فيما ورد فيه نصا خاصا. زي ما قلت لكم سابقا، إذا عرفنا شركة تضامن سهلت علينا باقي شركات الأشخاص. فجميع أحكام شركات تضامن شركة تضامن تنطبق على شركات التوصيل البسيطة إلا فيما يرد فيه نص خاص بهذه الشركات. ما خصائص شركة التوصيل البسيطة؟ أولا عنوان الشركة أو اسمها. قلنا لكل شركة لابد أن يكون لها عنوان، وهذا شركة المحاصة، وهذا ينطبق كذلك على شركة التوصية البسيطة. ويتكون اسم شركة التوصية البسيطة من أسماء الشركاء المتضامنون أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة الشركاء أو ما يفيدها المعنى، ويجب أن يقترن الاسم ما ينبه على وجود شركة توصية بسيطة. طيب نلاحظ هنا الشرط اقتصر فقط عملية وضع أو احتواء اسم شركة توصية بسيطة على شريك متضامن على الأقل واحد، ولم يقل شركاء موصين. أوكي؟ الشركاء الموصين في النقطة الثانية، الخاصية الثانية، إذا اشتمل اسم الشركة على اسم شريك موصي، إيش يصير؟ هو اسم شخص غير شريك، بذلك عد شريكا متضامنا في مواجهة الغير الذي يتعامل بحسن نية مع الشركة. أنه لا يجوز لشركة الموصي أن يكون اسمه في عنوان شركة التوصية البسيطة. طيب برأيكم لماذا أعطينا هذا الحق للشريك المتضامن ولم نعطيه للشريك الموصي؟ وأقصد بالحق هنا اللي هو لماذا خول الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة أن يوضع اسمه أو اسم أسماء الشركاء المتضامنين في عنوان الشركة، بينما حرم الشريك الموصي من هذا؟ برأيكم ليش؟ ما هو المبرر؟ في أحد ممكن يعطينا مبرر يفسر لنا هذا، خلينا نقول الاختلاف؟ طيب المتضامن له حصة والشريك الموصي كذلك له حصة. الشريك الموصي شريك هو في الشركة، يدفع في رأس مالها، لكن ليش الموصي حرم من هذا الشيء و أجيز للشركة المتضامن؟ نحاول كده نفكر ليش. هو ترى منطقيا، ايوه احنا الحين لما نعرف السبب ممتاز. اوكي نقول السبب، لما نعرف السبب راح يعني يفسر بشكل منطقي. ايوه ممتاز. الشريك الموصي مسؤول عن ديونه فقط في حدود راس ماله. طيب والشريك المتضامن؟ ممتاز. اما المتضامن ايوه ممتاز، الاجابه صحيحه. الاجابه هي كالتالي، لماذا؟ لا ليس لعدم اختصاص التاجر، لا مثل ما ذكرت زميلتكم. الإجابة هي كالتالي، لأنه الشريك المتضامن مسؤول عن ديون والتزامات الشركة في جميع أمواله. أوكي؟ بينما الشريك الموصي مسؤول فقط في حدود حصته برأس المال، بمعنى أنه الشريك المتضامن معرض للمخاطرة أكثر من الشريك الموصي. أيوه لا منطقياً.
ليش؟ لأنه في حالة خسارة الشركة أو عليها التزامات أو ديون، ما الذي سوف يسدد؟ لم تستطع الشركة القيام بذلك، الشركة رمت، فبالتالي هو معرض للمخاطرة أعلى بكثير من الشركة الموصي. بالتالي من حقه على الأقل أنه إيش؟ يضع اسمه في عنوان الشركة، لأنه أي يتعامل مع الشركة ويشوف اسمه في عنوان الشركة راح يتصور أنه هذا الشخص اللي يتحمل المسؤولية في حالة عدم سداد الديون. لذلك استبعد اسم الشريك الموصي أو أي شخص آخر من الشركة. هذه هي الإجابة. الخاصية الثالثة من خصائص شركة التوصية البسيطة وهي ذكرناها، عدم اكتساب شريك الموصي صفة التاجر. والخاصية الرابعة التالية لها هي المسؤولية المحدودة للشريك الموصي. قلنا أنه الشريك المتضامن وشركة التوصية البسيطة تكون مسؤوليته مطلقة بشكل تضامني مع بقية الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة. بينما الشريك الموصي لا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته برأس المال. ومن ثم فلا بد أن يقدم الشريك الموصي حصة رأس مال إما تكون نقدية أو عينية. فلا يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي مجرد عمله في الشركة. يعني الشريك الموصي عند تقديم حصة يقتصر حصته إما تأخذ شكل نقد كاش، وإما أن تكون حصة عينية مثلا سيارة أو أجهزة كمبيوتر أو أي شيء عيني يقابل للتقييم. طيب، فيما يخص التنازل عن حصة الشريك الموصي، يجوز الشريك الموصي يتنازل حصته لأي من الشركاء الآخرين، كما يجوز له التنازل عن حصة الغير بعد موافقة الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين المالكين لأغلبية رأس المال الخاص بالفريق الموصي، وذلك بالغ بنص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. لو نلاحظ أنه لا يوجد قيد يعني صعب مثل الشريك المتضامن في عملية التنازل عن حصة الشريك الموصي، والشريك الموصي يستطيع أن يتنازل حصته للغير أو لأحد الشركاء، وإن كان بموافقة الشركاء المتضامنين، لكن تظل عملية انتقال حصته سهلة، ليست مقيدة بشكل صعب. إدارة شركة التوصية البسيطة، يقوم بإدارة شركة التوصية البسيطة مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير شريكا متضامنا أو شخصا أجنبيا. شريكا متضامنا يعني أحد الشركاء المتضامنين، والشخص الأجنبي هو الشخص الذي يتم التعاقد معه لإدارة الشركة، لكن لا يجوز في جميع الأحوال أن يكون المدير شريكا موصيا. ليش؟ هنا نرجع نفس السؤال، لماذا يتم حرمان الشريك الموصي من إدارة شركة التوصية البسيطة؟ من يعني؟ نفس السبب السابق، نعم، لأنه الشريك المتضامن هو ليش؟ مخاطرة، معرض للمخاطرة أكثر، والشريك الموصي مخاطرته تكون محدودة في حدود رأس حصته في رأس المال. ونلاحظ إذا كانت المخاطرة أكثر، فهذا يعني أنت راح تولي الإدارة اهتمام أكثر. واضح؟ فلأنك أنت معرض للمخاطرة أكثر، فبالطبيعة بتتجنب هذه المخاطرة. الخوف الذي لدى الشريك المتضامن يجعله حريص في عملية إدارة الشركة التوصية البسيطة. طيب، من ناحية ثانية، إحنا حرمنا هنا الآن الشريك الموصي، تمام؟ طيب، هو شريك، يظل شريك. هل يتم حرمانه بالكامل من الإدارة؟ لا. هنا لابد من التفصيل. الشريك الموصي محروم من عملية الإدارة الخارجية للشركة، وهي يتمثل فيها التمثيل الخارجي للشركة، ولو بناء على توكيل. يعني ما يجوز للشريك الموصي أن يتولى عملية الإدارة الخارجية للشركة ولو كان لديه توكيل. أوكي؟ فتمثيل الشركة في الخارج ممنوع، يعني ما يروح مثلا محكمة نيابة عن الشركة، ما يروح يوقع نيابة عن الشركة، ما يروح يتفاوض نيابة عن الشركة، هذا ممنوع على الشريك الموصي. فإن تدخل، إذا تدخل الشريك الموصي بهذه الأمور، عد مسؤولا بالتضامن في جميع أمواله والديون والتزامات الشركة. ليش؟ لأنه أعطى تصور للغير الذي يتعامل مع الشركة على أنه شريكا متضامن، لأن مقام عليه يترتب عليه أنه يدعي الغير إلى تصور أنه شريك متضامن. لكن هناك جانب آخر بالإدارة يستطيع الشريك الموصي أن يقوم فيه، اللي هو إيش؟
الاشتراك في الاعمال، اعمال الاداره الداخليه للشركه وفق ما ينص على عقد تاسيس الشركه. هذه الاعمال زي مثلا اعمال شؤون الموظفين داخل الشمال والعلاقه في الغير، مثلا الامور الانضباطيه داخل الشركه، مثلا الادارات التي تهتم بمعايير الجوده داخل الشركه. جميع هذه الاعمال اشترك فيها الموصي لا يترتب عليها اي قانوني او نظام، لانه لا يوجد فيها تمثيل خارجي للشركه. اوكي، فنخلص من ذلك ان الشريك الموصي ممنوع عليه العمل في او المشاركه في اعمال اداره الخارجيه لشركه توسع مصر، بينما يجوز له المشاركه او الاشتراك في اعمال الاداره الداخليه لشركه توسع بسيط. انقضاء شركه التوسعه البسيطه، كيف تنقضي شركه التوسعه البسيطه؟ تنقضي بالاسباب العامه لانقضاء الشركات. مين يذكر لنا احد هذه الاسباب؟ الاسباب العامه لانقضاء الشركات هي تقريبا 6 اسباب. هذا شيء ولا انتهاء عقد الشركه او انتهاء مده الشركه تقصده، وليس انتهاء العقد، انتهاء مده الشركه، هذا صحيح. سبب اخر؟ الحجر على الشركاء؟ لا، هذا خاص، هذا الأسباب الخاصة بانقضاء الشركة. لا، نبغى الأسباب العامة. انقضاء المدة المحددة للشركة؟ لا، هذا كذلك خاص بالأسباب الخاصة. تحقق الغرض الذي أسست من أجل الشركة، صحيح، أو استحالة تحقق الغرض الذي من أجل أسس الشركة، كذلك تنقضي به الشركة. إذا صدر حكم قضائي ببطلان الشركة أو انحلال تنقضي كذلك، إذا اتفق الشركاء كذلك على انقضاء الشركة. كل هذه الأسباب تعتبر الأسباب العامة لانقضاء الشركات، وتنقضي بها شركة التوسعة البسيطة. لكن نلاحظ شيء، لا تنقضي شركة التوسعة البسيطة وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إخساره وانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. فالأصل في شركة التوسعة البسيطة أنها لا تشبه شركة التضامن من ناحية أسباب الخاصة بالقضاء، يعني لا يوجد أسباب خاصة لقضاء شركة التوسعة البسيطة، إنما ينطبق على شركة التوسعة البسيطة الأسباب العامة لقضاء الشركات بشكل عام. وهي تتشابه في ذلك مع شركات الأموال أو الشركات المختلطة أو الشركات البدنية أو الشركات التجارية بشكل عام. فشركة التوسع البسيط تنقضي بالأسباب الستة اللي شفناها، ولكن لا تنقضي من ناحية الأصل في حالة وفاة الشريك أو الحجر عليه أو تم إعساره أو شهر إفلاسه، يعني لا تتأثر بما يحدث على الشريك من أحداث، لأن هذه أسباب خاصة بالشركاء. إلى هنا ننتهي إلى موضوعنا اليوم، وإن شاء الله تعالى نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد بإذن الله تعالى في محاضرة جديدة ولقاء جديد في القانون التجاري. وقبل الانتهاء من اللقاء أسأل إذا كان هناك سؤال أو استفسار يحتاج إلى إجابة. وإن شاء الله بإذن الله تعالى بعد قليل إن شاء الله راح يتم إرسال رابط تسجيل هذه المحاضرة على المنتدى إن شاء الله الخاص بالمقرر بإذن الله تعالى. طيب، يعطيكم العافية، الله يكتب لكم التوفيق ويسر أموركم جميعا ويحفظكم بالأمراض بإذن الله تعالى. إذا نلتقي الأسبوع القادم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.